تم بحمد الله افتتاح مركز الفحص الفني للمركبات، المركز الثالث من نوعه في إمارة الشارقة لخدمة المتعاملين مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية. المركز طبعا يقوم بعمليات الفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلة، ويقوم بإجراء العمليات لكافة المركبات المسجلة في الإمارة. ونحن بدورنا نشكر الشريك الاستراتيجي القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعاونهم لافتتاح مثل هذا المركز. المركز يحتوي على حارتين فحص، حارة خفيفة وحارة ثقيلة. يخدم هذا الفحص لغرض التجديد، تسجيل وأيضا التسفير. ويوجد هناك مركز خدمة لتقديم الخدمات المرورية الذي يخدم الشركات المتواجدة في المنطقة الحرة وأيضا المناطق المجاورة. تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين لتيسير عليهم الوقت والجهد.